شكرا لمعلقنا المميز دائما محمد رمضان. مباراة مثيرة وغريبة، ولكن دائما شخصية الأهلي، شخصية البطل، تظهر في الثواني الأخيرة. يفوز الأهلي 3-2 على الشرقية الدخان في مواليد 2003. افتتح للنادي الأهلي الأهداف اللاعب رأفت خليل في الشوط الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع. ثم يتعادل في الشوط الثاني اللاعب عبد الفتاح أحمد مدافع الشرقية للدخان، ويضيف رأفت خليل الهدف الثاني له والثاني للنادي الأهلي في الدقيقة 67 في الشوط الثاني. ويتعادل محمود مرسي من ركلة جزاء صحيحة للشرقية للدخان ليتعادل الشرقية للدخان 2-2. وفي الثواني الأخيرة تظهر شخصية البطل وروح الفانيلا الحمراء عن طريق اللاعب ميدو نبيل، هدف أكثر من رائع. نتيجة 3-2 يفرض النادي الأهلي شخصية البطل في الشوط وفي المباراة كاملة. مبروك لفريق النادي الأهلي مواليد 2003. التحليل الفني مع الكباتن الكابتن محمد حشيش والكابتن أسامة عرابي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بجدد التحيه بضيوف الكابتن محمد حشيش والكابتن اسامه عرابي. ولكن قبل بدايه التحليل الفني للمباراه المثيره والغريبه وكمان هدف القاضيه ممكن عن طريق اللاعب ميدو نبيل، نروح لملعب المباراه ومعانا زميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب. اتفضل يا فاروق. طبعا كل الشكر ليك يا كابتن اسامه، والشكر موصول لضيوفك الكرام كابتن مصر الكابتن محمد حشيش وكابتن اسامه عرابي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء والجوله الاولى الاسبوع الاول لدور الجمهوريه لمواليد 2003 وفوز النادي الاهلي على فريق الشرقيه للدخان بهدفين بثلاثه اهداف مقابل هدفين، يعني كان موجود النهارده الكابتن محمود جابر نجم كره القدم المصريه المدير الفني لمنتخب الشباب، الراجل من بدايه بادئ شغله، بادئ يجهز ويشوف ويتابع كل الامور. كابتن محمود برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن اسامه حسني، كابتن محمد حشيش، الكابتن اسامه عرابي، والجميع لامس المجهود الكبير جدا اللي انت باذله كافراد الجهاز الفني، بتتحركوا في كل الملاعب. مرحله صعبه جدا هي مرحله الانتقاء، يعني مرحله صعبه جدا. يعني بحييك على المجهود المبذول وعلى الاستعداد كل الموسم الجديد. اهلا بيك واهلا بقناه الاهلي، وتحياتي للكابتن اسامه والكابتن حشيش واسامه حسني والكابتن اسامه عرابي. طبعا بدايه الموسم معروفه بتبقى يعني شيء طبيعي، اللعيبه بيبقى لسه ما رجعوش لمستواهم طبعا وكده. وزي ما قلت اهم فتره فتره الانتقاء والاختيار، دي فتره مهمه جدا لان بعديها انت بتبني على شغلك، وبعدين اشتغلت انتقيت صح واشتغلت شغلك هيبان، ففتره مهمه جدا. طبعا بدايه موسم زي ما قلت لك انا جاي ومتوقع طبعا المستوى مش هيبقى زي نهايه الموسم اللي فات، ولكن احنا عندنا تجمع قريب، فعشان كده يعني عندنا يمكن بعد 3 أو 4 مباريات هنعمل تجمع ان شاء الله، واحتمال يكون في بطوله لسه ما نعرفش بالظبط التجمع هيبقى البطوله هتمشي ولا لا. فمهم قوي ان انا بسرعه اجمع في الاسابيع الثلاثه او الاربعه اللي هيتلعبوا دول، الجهاز كله بيتفرج على ماتشات، وبجانب برضو بعض المدربين الفنيين للمناطق بيتفرجوا بيدوني تقرير دايركت على طول بعد المباريات. ان شاء الله باذن الله انا عندي في هيكل عندي الحمد لله، يمكن في البطولة العربية ظهر الهيكل بتاع الفريق، وبتمنى إن شاء الله أن يكون في إضافات للفريق في الفترة القادمة، وأنا جاي هنا عشان كده، يعني أنا جاي هنا والجهاز يعني في كرم مرسي كابتن كرم موجود في اسكندرية، وكل أسبوع هنتوزع المباريات كلها إن شاء الله. كابتن محمود انطباعك عن المباراة النهاردة، شايف المباراة ازاي، وان المباراة بتلعب لاخر دقيقة، اكيد بتبقى سعيد ان بيبقى يعني حيف طبعا فريق الشرقية للدخان على المباراة اللي لعبها النهاردة ومجهوده كبير جدا، لكن بيبقى مهم جدا ان اللعيب في السن ده بيبقى عنده الدافع ان هو يلعب لاخر دقيقة. طبعا في البداية فريق الشرقية للدخان بهنيه على الكفاح اللي لعب بيه والحماس والقتال اللي كان بيلعب بيه، خصوصا انه جديد على البطولة.
لانه في الشرق الدخان لسه صاعدين من الدرجه الثانيه، لكن زي ما قلت لك المستوى لسه يمكن، وانا متوقع كده. احنا بقالنا بالظبط احنا مخلصين، انا بتكلم على المنتخب مش على الدوري، الدوري خلصان في نهايه 5 او في الاسبوع الاخير من 5، المنتخب خلص في نهايه 6. فلما نقول 3 شهور او 3 شهور ونص فتره، طبعا لما اللعيبه يبعدوا الفتره دي شيء طبيعي ان مستواهم بيتاثر وكده، انما كويس او ان هيبقى في 3 او 4 اسابيع، اتمنى ان شاء الله في 3 او 4 اسابيع اللي جايين اللعيبه يستعيدوا مستواهم تاني ان شاء الله. انا عارف ان المهم يعني صعبه وثقيله للكابتن محمود جابر، لكن انت ان شاء الله انت وكتبت العمل اللي معاك قدها، خاصه ان منتخباتنا منتخبات الناشئين الشباب بعيده شويه عن المحافل في البطولات الاخيره، عن كاس العالم للانديه. اكيد عندك تطلعات كتير وعندك طموحات كتير، ايه اللي انت عايزه بتقول لكل اللاعبين، خاصه انت فاتح باب منتخب مصر كل الجميع؟ بص، هو يمكن هي دي اللي انا عايز، هو ده اللي انا عايز اقوله، ان الباب مفتوح بدليل انا عندي هيكل للفرقه، ولعبنا بطوله ولعبنا 5 مباريات قويه جدا، ولكن مع ذلك انا جاي اشوف تاني، لان نفسي يعني اعمل حاجه كويسه للبلد وكده ان شاء الله، وبدي فرصه لكل الناس. يعني انا واخد مثلا من الاهلي التجمع الاخير كان معايا 4 لعيبه، انما في البطوله كان في 2 لعيبه، اتمنى ان يكون في زياده من الاهلي، الزمالك في لعيبه، ام بي، كل الانديه. يعني انا بدي فرصه لكل الانديه، حتى كان معايا في البطوله بطوله العرب كان معايا لعيبه من الدرجه الثانيه، كان معايا لعيبه من بتروجيت، كان معايا لعيبه من الترسانه، يمكن في لعيبه انتقلت لانديه في الدوري الممتاز، وده يمكن نتاج العمل. اتمنى ان شاء الله برضو احنا هندي فرصه برضو لعيبه الدرجه الثانيه، يمكن انا قبل التجمع ده هعمل تجمع لعيبه الدرجه الممتاز به، والمميز فيهم ان شاء الله ينضم للمنتخب. بشكرك كابتن محمود، نتمنى لك التوفيق وانت قد لهذه المهمه، كل التوفيق وكل الدعم وكل افراد المنظومه الرياضيه في ظهرك عشان تحقق لنا يعني انجاز ان شاء الله يضاف لانجازات الرياضه المصريه. متشكرين، ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك، شكرا شكرا. كابتن اسامه، ده كان لقائنا مع الكابتن محمود جابر مدير فني المنتخب الشباب، اللي طبعا بنتمنى له التوفيق. انا ايضا هينضم لي في هذه الاثناء الكابتن سيد غريب المدير الفني لفريق النادي الاهلي، طبعا اللي بنحييه طبعا على المباراه النهارده والقتال ان اللعيبه بتلعب لاخر دقيقه. كابتن سيد غريب المدير الفني الفريق، مواليد 2003 في النادي الاهلي، بارك للكابتن سيد غريب يا فاروق، قول له الف مبروك. الكابتن محمد حشيش، الكابتن اسامه عرابي، عندنا نقاط كتير نتكلم فيها، لكن ان عندي النقطه المهمه والاهم النهارده ان انا اكون بلعب لاخر دقيقه وان انا اكسب في ظل ان مباراه دخلتك في اجواء المنافسه سريعا، يعني مش دي مباراه يعني بدايه موسم، لا عندي قتال، عندي شراسه ان انا بلعب لاخر دقيقه. اول حاجه بس على كابتن اسامه وكابتن حشيش وكابتن اسامه عرابي كابتن مصر، اقول الحمد لله على الاداء، هو ده لعيبه النادي الاهلي بتلعب لغايه اخر دقيقه، الحمد لله. يعني الهدف خدناه، ان احنا 3 بونت جبناهم، هبقى واضح الاداء ما كانش كويس، كان عندي مشاكل، الحمد لله حاولت احلها جوه الملعب، والحمد لله حليتها لغايه اخر دقيقه وجبت جون المكسب. فالحمد لله ان شاء الله نوعد جماهير النادي الاهلي والفتره اللي جايه نشتغل اكتر ويبقى الاداء احسن ان شاء الله. كويس قوي يا كابتن سيد ان اتكلمت، انت مش راضي عن الاداء، لكن في حاجات نقاط مهمه جدا، كويس ان انا لو ادائي مش كويس ما بخسرش، ودي سمات الفريق الكبير. النقطه الثانيه ان انا لما بتاخر وبرجع تاني، اعتقد دي بقى من الايجابيات النهارده بتاعت المباراه. اول حاجه الولاد، انا بشكرهم يعني شكر كبير قوي، الولاد عم قدوا لغايه اخر دقيقه، عملوا مجهود كويس، طبعا في رهبه اول ماتش ليهم، في 3-4 اول مره يلعبوا، جهاز المنتخب موجود، جهاز الدرجه الاولى موجود، فكان عامل ضغط عليهم شويه، حتى انا هديتهم بين الشوطين، انا عارف ان لعيبتي عندها احسن من كده 100 مره، عملنا شغل كويس الفتره اللي فاتت، النهارده عملنا شغل كويس جوه الملعب، غامرنا بمغامرات الحمد لله ناجحه، وجهة نظري الحمد لله لغايه اخر دقيقه كسبنا، لعبت بياسين حربة، لعبت بونجين، لعبت بواحد ديفندر بس، وكملت واحد من تحت راسات الحربة، هاجمت بخمس لعيبه لغايه اخر دقيقه الحمد لله كسبت الماتش. عندك غيابات النهارده، مجموعه من الغيابات لظروف الاصابه لظروف الايقاف، هتتعامل مع الامر ده ازاي؟ خاصه انت خلاص عندنا المباراه القادمه امام فريق غزل المحله، وانا عارف انت بتاخد كل مباراه بمرحلتها وكل مرحله بوقتها. احنا نقول مبروك النهارده، هنقول للعيبه نهديهم النهارده ويفرحوا النهارده، ان شاء الله بكره هنشتغل، عندنا ماتش ودي الاسبوع اللي جاي، هنقعد نعمل تحليل الاداء، تحليل الاخطاء اللي عندنا ان شاء الله هنحسنها. اللعيبه عندي 3 غيابات، 3 غيابات مؤثرين جدا، اسامه ميدو، اسامه عندي، كريم عثمان،
عندي محمود حمدي لعيب كويس، واحمد داوود كمان، يعني عندي اربع لعيبه اساسيين. مش هقول ده السبب، لا، انا بشكر اللعيبه كلها اللي ادت. ان شاء الله ده هيبقى احسن، وان شاء الله يعني كفايه ان احنا موتنا نفسنا لغايه اخر دقيقه وحققنا المكسب الحمد لله. هدف بيبقى في الوقت الاخير دوت يعني علامه خاصه في النادي الاهلي. كابتن اسامه بيقول للقاضيه ممكن للنهارده. انا بقول للكابتن اسامه هي دي لعبة النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو ده الجيل اللي طالع اللي هو بيلعب لغايه اخر دقيقه لغايه اخر ثانيه. انا بشكر اللعيبه، بشكر ربنا، وبشكر الجهاز كله اللي معايا، وبشكر الكابتن خالد بيبو اللي تعبان جدا معانا. كابتن خالد بيبو اول واحد بيجي النادي واخر واحد بيمشي من النادي. بشكر مستر مايكل، شغال معانا شغل كويس، الراجل يعني مش مقصر معانا في حاجه. بقول ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. شكرك يا كابتن سيد، وبالتوفيق في المباراه القادمه ان شاء الله، تتوجوا بالبطوله باذن الله. ان شاء الله بنوع جميع النادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي البطوله باذن الله. حبيبي شكرا. كابتن اسامه، ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد غريب المدير الفني لفريق النادي الاهلي مواليد 2003. هنكون مستمرين معاك من هنا من ملعب المباراه عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق الشارقه للدخان بثلاثه اهداف مقابل هدفين. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني وضيوفه الكرام. بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا. دايما القضيه ممكن الاصليه هتلاقوها متسجله باسم الاهلي، زي ما شفناها في نهائي افريقيا في الدقيقه 85 عن طريق قفشه، شفناها امبارح في مباراه الباسكت تومسون برضه في الثواني الاخيره، النهارده بنشوفها في الناشئين في مواليد 2003، اللاعب الرائع ميدو نبيل وهدف اكثر من رائع على طريقه القضيه ممكن في الدقيقه 95. دايما القضيه ممكن الاصليه المتسجله باسم الاهلي هتلاقوها في الاهلي في كل الاعمار السنيه. كابتن حشيش، مباراه مثيره وغريبه زي ما بيقولوا بلغه الكوره، رايحه جايه، رؤيتك الفنيه المجمل للمباراه ايه؟ طبعا الشوط الاولاني غير الشوط الثاني خالص. يعني الشوط الاولاني كان فيه اداء دون المستوى، النادي الاهلي فاق بس في اخر 10 دقايق وقدر يحرز الهدف. انا توقعت الشوط الثاني من البدايه جوندا كان ادى ثقه اكتر لفريق النادي الاهلي، انما برضو حسينا برضو في يعني بطء شويه برضو في التحركات، حتى في الكور المشتركه كان في ضغط جامد من فريق الشرقيه، اللي بحيي طبعا لعيبه الشرقيه والمدير الفني بتاعهم، عملوا ماتش كويس قوي قوي الحقيقه، يعني غير متوقع يعني بالنسبه ان هم جداد عندهم حماس كبير في البطوله، عندهم حماس كبير وعندهم الرغبه على فكره في المكسب. يتحسب لهم برضو ان هم يدخل فيهم جون بيجيبوا هدف تاني، وكانوا قريبين لغايه اخر لحظه. انما طبعا اصرار النادي الاهلي ولاعيبته، وعايز اشيد طبعا بسيد غريب والتغييرات اللي عملها في الاخر، اللعيبه برده ما تخضتش من هدف التعادل، وكان خلاص فاضل يعني حاجات بسيطه جدا جدا. التغييرات اللي عملها سيد غريب لما خرج يوسف شريف، لانه طبعا بذل مجهود كبير ونزل محمد حمدي ميسي وضم رأفت كراس حربه، تغييرات برضو خروج سمير راس الحربه ولعب عمر عبد الحميد ومحمد وائل ونزول اسلام عبد الله. التغييرات دي بصراحه فرقت، حسينا ان في حركه ونشاط في التلت الاخير في الهجوم. اصفر طبعا عن الهدف الثاني، والهدف طبعا الرائع اللي زي ما انت بتقول بقى ماركه مسجله بالنسبه للنادي الاهلي. مباراه مثيره جدا جدا، يعني اتحولت تماما في اخر نص ساعه، وخصوصا طبعا بعد الاحداث اللي حصلت اللي هنتكلم عليها بالهدف اللي جابه النادي الاهلي واتلغى. بقول مبروك. هيكون معانا طبعا الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس النهارده، عندنا حالات تحكيميه بالجمله. وبقول دايما احنا ما بننتقدش الحكام، بالعكس احنا استاد الاشبال علشان نعلم الحكام زي ما بنعلم اللعيبه، عايزين برضو نستكشف ونعلم حكام ونقول اللي لينا واللي علينا حقيقة. يعني احنا بنقول وجهات النظر، ولو في حاجه خطا طبعا بنقولها حتى لو كانت لصالح النادي الاهلي. كابتن اسامه، انا بشيد طبعا يعني بقيت كلامي مع كلام الكابتن حشيش، وهو بيشيد بفريق شارقة الدخان، ادى مباراه رائعه في حدود الامكانيات بتاعه شارقة الدخان. النهارده النادي الاهلي لما بيتعادل، فريق شارقة الدخان بيتعادل، بنشوف وجه تاني اخر لفريق 2003، ليه ما يلعبوش سيناريو المباراه كله بنفس الريتم ونفس القوه دي؟ ده يعني سؤال مهم وتوجيه مهم منك. هو فعلا تشوف اخر 10 دقائق في انتفاضه غير عاديه، مباراه تانيه، يعني مباراه تانيه بعد الهدف التعادل بتاع الشرقيه. وانا بضم صوتي لصوتك وكابتن حشيش
انه فعلا ادوا مباراه، فريق الشرقيه قدم مباراه كويسه وفيهم لعيبه كويسين زي زياد حسن رقم 19 ومحمود مرسي رقم 13 هم بيلعبوا تحت راسين الحربه تحت راس الحربه، الاثنين لعيبه كويسين وكلهم بذلوا جهد كبير، لكن برضو زي ما انت قلت النادي الاهلي متعود اللي هي القضيه ممكن دي اللي هي بتتزرع في كل اولاد النادي الاهلي من سن 13 14 سنه وفي كل الالعاب، ان احنا عندنا اصرار وتصميم غير طبيعي في اخر ثانيه، وده تساؤل كتير قوي الناس بتساله في الشارع، انتوا بتجيبوا جوان في الوقت الضايع، انتوا تملي النادي الاهلي، الناس بتفتكر ان ده حظ، ده مش حظ، هو ده اصرار وتصميم واجتهاد توفيق ربنا، وطبعا توفيق ربنا، لكن انا اقصد انه هي بتيجي نتيجه اجتهاد وتصميم، فكتير قوي النادي الاهلي بيكسب في الثواني الاخيره، بنشوفها في كل الاعمار، ففرقه الاهلي في اخر 10 دقائق مباراه ثانيه يعني، هما الشوط الاولاني ابتدى متوسط الاداء، الشوط الثاني اسرع شويه، ولكن اخر 10 دقائق بعد التعادل بتاع نادي الشرقيه انتفاضه كبيره، تغييرات هائله من الكابتن سيد غريب بنحييه يعني، حتى انه خالد السيد اللي هو الظهير الايسر لعب ناحيه الجناح، وبعدين ميدو نبيل لعب ناحيه الجناح وختم بجون اكتر من رائع. هنتكلم عن الهدف دلوقتي وهنحلله بالتفصيل. ورأفت برضو خليل عمل مباراه هائله، ويعني اكتر من لاعب ادى مباراه هائله. لسه مكملين في التحليل الفني، لكن نروح لملعب المباراه وزميلنا فاروق صلاح ومعاه بعض لقاءات لاعبي النادي الاهلي بعد المباراه. اتفضل يا فاروق. طبعا كل الشكر ليك يا كابتن اسامه، بجدد بيك التحيه وبضيوفك الكرام كابتننا كابتن محمد حشيش وكابتن اسامه عرابي، وبكل مشاهدينا ومشاهدة متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا سعيد جدا بالكلام اللي حضرتك بتقوله وانطباعاته واللي شايفينه من اللاعبين. انا معايا في هذه الاثناء صاحب القضيه الجديده او القضيه ممكن اللاعب ميدو نبيل. كابتن اسامه استفاض في حقك والكابتن حشيش والكابتن اسامه عرابي وقالوا هو ده اللي بيتربى عليه لعيب النادي الاهلي. اول حاجه الحمد لله على المكسب، مكسب مهم في بدايه الدوري يعني، ماتش ما ظهرناش بشكل كويس بس الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب يعني، فان شاء الله هنكمل اللي احنا بداناه، واحنا متعودين في النادي الاهلي ان احنا بنلعب لاخر دقيقه، الجون ما جاش في الاول لا يجي في الاخر، فده اللي احنا تربينا عليه ان احنا نكمل لحد اخر دقيقه. كابتن محمد حشيش بيقول لي عامل زي بركات، شبه بركات، يعني بيشبهك بواحد من نجوم كرة القدم المصرية ومن أساطير النادي الأهلي بركات، يعني شايف الكلام ده إزاي وتقول إيه لكابتن حشيش؟ كابتن حشيش طبعا بسلم عليه، وهو طبعا كان بيجي يتفرج علينا من زمان يعني، وده شرف كبير ده طبعا حد يشبهنا بكابتن محمد بركات. قول لي بقى يا ميدو، انتوا دايما احنا بنلعب في النادي الاهلي عندنا بنلعب لاخر دقيقه، حسيت ان المباراه هتهرب؟ انت ككابتن للفريق وكقائد للفريق بتتكلم مع اللاعبين في الملعب ازاي؟ شايف المباراه راحت وجت اكتر من مره؟ يعني احنا في الاول وفي الاخر احنا بنلعب لحد اخر دقيقه، كسبانين خسرانين دي اللي احنا متربيين عليه، فكان دايما كلامي مع اللعيبه لسه بدري، كنا انا كنت مع نفسي حاسس ان احنا كنا هنكسب حتى يعني الماتش رايح جاي ولحد اخر دقيقه والحاجات اللي حصلت في الماتش، بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا بالمكسب. قليل قوي لما بتلعب برجلك الشمال، النهارده الهدف واخد القرار تلعبها برجلك الشمال، يعني قول لي بقى خدت القرار ازاي وانت حطيتها بالقدم اليسرى؟ يعني فيها توفيق من ربنا الحمد لله، بس احنا يعني انا في التمرين متعود ان انا العبها على طول يعني يمين وشمال، بس فيها توفيق كبير. كابتن حشيش بيقول لي بيلعب يمينه وشماله. فيها توفيق كبير من عند ربنا يعني ان هي تروح بالشكل ده الحمد لله. ميدو بتمنى لك التوفيق، مرحله ومباراه بنقفلها، عندنا مرحله جايه ان شاء الله، كل التوفيق في المباراه اللي جايه بإذن الله. حبيبي كابتن فاروق، لسه مستمرين معاك يا كابتن أسامة، انضم لي في هذه الأثناء اللاعب عبد الرحمن لاعب فريق النادي الأهلي عبد الجواد. مباراة صعبة في بدايتها، فريق الشرقية للدخان واحد من الفرق المحترمة اللي لعبت مباراة كبيرة، ولكن أنتوا كان عندكم الدافع إن أنتوا تكملوا مباراة مهمة، ثلاث نقاط غاليين النهاردة. طبعا الحمد لله، اول حاجه على المكسب، تعبنا، توفيق جالنا في اخر دقيقه، وده اللي كان كابتن سيد بيكلمنا على طول، ممكن نكسب في الدقيقه الاولى، نكسب في الدقيقه 90، وده اللي اتعلمناه في النادي الاهلي، اللي هو الماتش مش هيقرب من ان احنا نكسب في اي وقت في الماتش، والحمد لله كان في توفيق، وميدو قدر يكسبنا، كسب الفرقه كلها، والحمد لله. طبعا كان عندكم اخطاء، انتوا كانت وشرقيه بتلعبوا يعني بتتكلموا مع بعض ازاي؟ الترابط اللي بينكم بيبقى ازاي؟ بتعالجوا اخطائكم في الملعب ازاي؟ هو طبعا اول ماتش في الدوري، فلسه الملعب كبير، الملعب يعني بناخد عليه مبلول كده، فاللي هو بناخد على الملعب لحد ما ندوس، والحمد لله الشوط الثاني اتحسننا، والحمد لله كان الاداء كان احسن.
كابتن سيد غريب قال لكم بعد المباراه والكابتن خالد بيبو وقف معاكم اداكم كلمتين، قال ايه الكابتن خالد بيبو؟ طبعا شكرنا على روح النادي الاهلي واللي احنا بنلعب لاخر دقيقه واللي احنا ما زهقناش، الماتش جبنا دخل فينا ما زهقناش والحمد لله في الاخر قدرنا نكسب، وده اللي احنا عايزينه من كل ماتش 3 نقط. شكرك يا عبد الجواد والتوفيق في اللي جاي. ايضا هيكون معانا كابتن اسامه لاعب سمير محمد لاعب النادي الاهلي. سمير، مباراه مهمه، بدايه مهمه جدا، البدايات بتفرق خاصة انتوا كنتوا قريبين من البطولة الموسم الماضي، لكن انتوا السنة دي بادئين ببداية كويسة. مباراة عندنا يعني الأداء مش على المستوى المطلوب، لكن النهاردة مهم الثلاث نقاط. يعني الحمد لله دي أول مباراة كان أهم حاجة فيها الثلاثة بونت، فده خدناه، ده كان أهم حاجة واللي كان كابتن سيد على طول بيكلمنا عليه الثلاثة بونت، فالحمد لله يعني واللي جاي بإذن الله يبقى أحسن يعني في الأداء والمكسب بإذن الله. سمير قول لي بقى انت النهارده في ظل طبعا غيابات عندنا، غياب ميدو اسامه، غياب احمد داوود، انتوا كلاعبين كبار في الفريق، انت مع ميدو نبيل مع اللاعبين كنتوا بتتكلموا مع بعض ازاي، خاصه ان في عناصر جديده معاكم في هذه اللقاء؟ لا العناصر الجديده دايما لما حد بيجي على طول بنبقى بنحتويه وبنتكلم مع بعض، اللي هو يبقى خلاص ابن النادي وموجود في النادي، فالحاجات دي كلها يعني اي حد جاي جديد بنضم على طول، بيدخل في التيم على طول، والعناصر طبعا الغايبه تبقى مؤثره وكل حاجه، بس احنا اتعودنا للنادي الاهلي بمحضر، فالحمد لله يعني. شكرك يا سمير وبالتوفيق في الماتشات اللي جايه. كابتن اسامه، الاهلي بمن حضر، دي مقوله بنتراثها جيل بعد جيل، طبعا مش هزيد على الكلام اللي حضرتك بتقوله، كباتننا الكبار الموجودين في الاستوديو كابتن حشيش الكابتن اسامه عرابي، ده كانت لقاءاتنا مع لاعبي فريق النادي الاهلي مواليد 2003 عقب الفوز على فريق الشرقيه للدخان بثلاثه اهداف مقابل هدفين. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني وضيوفي الكرام. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن فاروق، دايما متالق ودايما مميز. كابتن حشيش، ابرز اللاعبين وابرز الاسماء اللي عجبتك في لقاء اليوم؟ طبعا من النادي الاهلي طبعا ميدو نبيل، لان انا عارف امكانياته وعارفه كويس وعارف لعبه، طبعا يمكن كان الشوط الاولاني كسلان شويه وكان بيتطرف كتير وبيبعد عن الكوره، انما هو لما بيدخل للقلب دي الخطوره بتاعته، بيقدر يحرك الجناب كويس، وانت شفته طبعا التسديده الاخيره، هو مشهور بالتسديدات ودايما حتى بيلعب كرة الثابتة، لو شفته من اليمين ومن الشمال وعنده كرة الثابتة من بره ال 18، بس ما كانش فيه فرصة النهاردة. خلي بالك يوسف شريف أول مباراة ليه النهاردة، هو منتقل من مصر مقصة وأول مباراة ليه، علشان برضه حتة إنه يقدر يخرج إمكانياته كلها ورهبة المباراة وأول مباراة مع النادي الأهلي. بيلعب مع النادي الأهلي دي كمان كانت صعبة، إنما هو من اللعيبة المميزة حقيقة. النهاردة أدى أداء كبير. كذلك رأفت خليل برضه من اللعيبة كويسة، حتى لما ساب الطرف ودخل راس حربة كان يعني مؤثر جدا. مصطفى ابو الخير كمان في نص الملعب كان عامل يعني مباراه كويسه. مش عايزين برضو يعني نغفل فرقه الشرقيه للدخان، مين اللي عجبك؟ طبعا مرسي لعيب كويس قوي، احرز ركله الجزاء بالظبط، وزياد حسن وعبد الخالق عبد الرحمن اللي هو خط الامامي كله كان مؤثر جدا جدا، بيسوقوا كوره وبان خطورتهم حتى في الهدف اللي جه من ضربه جزاء، الراجل عدى بمهارة كبيرة جدا جدا وقدر ياخد ضرب الجزاء. الحقيقة برضو لعيبة مميزة، هم كل فرقة الشرقية الحقيقة فرقة متكاملة، وبحييهم تاني على الأداء الهايل في أول مباراة في بطولة جديدة بالنسبة لهم مع المدير الفني، بحييهم وإن شاء الله يعني بإذن الله يبقوا من الفرق اللي تقدم أداء مميز في باقي البطولة. يعني أبرز الأسماء اللي لفتت نظر الكابتن أسامة عرابي، وحضرتك تفرج على المباراة كده وإحنا لسه في أول مباراة بنزاح على الفريق 2003 تحت 18 سنة، مين أبرز الأسماء اللي لفت نظر الكابتن أسامة؟ يعني فيك أسامي كتير أنا اتفقت فيها مع، أنا حابب أقول الأسماء يا كابتن أسامة، محمد أحمد تبدأ الناس تحفظ وتعرف مين اللي عندنا. في محمد أحمد شرقية اللي هو المساك رقم 20، المدافع، بيعرف يبني الهجمة، بيعرف يقف على الكورة، لعيب كويس. في مصطفى ابو الخير وسط الملعب رقم 17 برضه لعيب كويس. طبعا الثلاثي الامامي كان مميز النهارده اللي هو ميدو نبيل 22 طبعا صاحب الهدف الاخير، رأفت خليل اللي جاب الجون الاول والثاني، وانا بقول هو مشارك في الهدف الثالث بنسبه مش قليله، لانه لما ميدو دخل لجوه وبيشوطها هو لو واقف ثابت في مكانه كانت خبطت فيه. صحيح. هو لما لقى الكره رايحه في اتجاهه وطى، ودي برضو فيها ذكاء. طب استنى يا دكرور، اعرض لنا الهدف هدف ميدو نبيل التالت عشان نحلله مع كباتننا الكبار بالتفصيل كده، ان ده هدف من الاهداف الحلوه
والملعوبه. اه وفي طبعا يوسف شريف بالذات الشوط الاولاني اللي هو رقم 6 اللي هو الجناح الايسر. دولت كانوا مميزين. بقيه اللعيبه ادت بشكل كويس، بس يمكن دول اميز ناس في النادي الاهلي بالنسبه لي. وحارس المرمى واضح انه حارس جيد، معنى الهدف رشقته سما. بص يعني عايزك بقى تحلله كده بهدوء، ان هدف حلو. طبعا ملعوب. اولا توقيته رائع، انه انه تروح لميدو بالثقه دي وهو اصلا لاعب ايمن ويرقص للداخل، وبعدين رؤية بيحطها في الزاويه البعيده. بص رأفت وطى. لو رأفت مش عنده احساس بالمكان كان فضل واقف، كانت خبطت فيه. هو لما لقى ميدو اتجه للداخل وهيسدد، هو حس ان الكوره رايحه في اتجاه الجون، فموطي علشان الكوره تعدي. بص عدت من فوق ظهره، يعني هو لو بص لو هو واقف تخبط فيه، هتخبط فيه. لا وخلي بالك القرار برضه بتاع ميدو، ميدو طبعا ده نمره واحد قدامه ثلاث لعيبه النهارده، انه ياخد القرار يجيبها على شماله علشان يحطها في الزاويه البعيده وهو ما بيلعبش برجليه الشمال، وخصوصا اسامه في واحد كمان بيجري من ناحيه اليمين، فكان ممكن برضه المتوقع ان هو ما يشوطش في وسط الزحمه طبعا دي انه يحطها له طبعا. انما اسامه وبعدين لو كان شاطها بوش رجله كان ممكن خبطت في واحد من المدافعين. انما لفت الكوره دي هي دي فيها دقه، فيها دقه، فيها اولا فيها ثقه. ايوه الترقيصه دي والتوقيت ده، وفي التوقيت ده ودقه. عايز اقف في دقه ده، شخصيه اللاعب طبعا بتبان في اتخاذ قراره طبعاً. في الثواني واللحظات المهمه في عمر المباراه. صحيح مظبوط. هو ميدو على فكره من متابعتي ليه الفترات اللي فاتت كلها، هو عنده الكلام ده، بيعمل الحاجه اللي هي ثقه يعني عاليه جدا جدا من اللعيب، ان في وسط الزحمه ويمكن اخر كوره في الماتش او حاجه وحطها بالاتقان ده. ده ثقه في النفس اول حاجه. عنده جرأه في اتخاذ القرار، زي ما بقول لك كان ممكن يلعبها للراجل اللي راح له ناحيه جريل ناحيه اليمين، انما هو خد القرار وحطها طبعا. كابتن حشيش، عايز اتكلم عن خط الظهر. تمام. خالد محمد السيد، خالد ده لعب قدام في الشوط الثاني لكن بنتكلم عنه في الباك ليفت. تمام. في شرقيه مساك، في عبد الجواد عبد الرحمن الكابتن اسامه عرابي، وكان فاروق بيجري معاه الحوار، قال ما شاء الله بيمتاز بالطول، قوه بدنيه كبيره، وزياد اسامه. اعتقد ان عبد الجواد ده انا عرفت ان هو يعني تصعد مع الدرجه الاولى، لعب شويه، انا عرفت الكلام ده من اتمرن يعني. طبعا الخط كله كويس، بس انا بعتب عليهم في الهدف الاولاني. كان التمركز مش سليم. الهدف الاول للشرقيه كان التمركز مش سليم، والكره لما ردت كان الراجل واقف. طب اعرضوا لنا الهدف علشان برضو الكابتن محمد حشيش برضو يبقى درس للولاد لما يتفرجوا بعد كده، كل واحد يعرف اخطاءه ويتعلم منها بعد كده. اتفضل يا كابتن. طبعا الكره لما اتلعبت وهنشوفها، ده الهدف الاولاني دخل في النادي الاهلي. بص الراجل بعد ما اتشطت ورجعت، الراجل ده واقف لوحده خالص، مفيش حد معاه. المتابعه كان لازم تبقى يعني في تركيز اكتر من كده، لان انا ما ببصش على الكره بس. انا لازم ابص انا واقف فين والخصم فين. يعني بص كله بقى بص للكره، الجون هيجيبها ولا مش هيجيبها، والراجل طبعا لوحده. فدي ان شاء الله تيجي برضو بالتدريب وبالخبرات. كذلك برضو لو هنجيب الهدف اللي جه من ضربه جزاء، هاتف الهدف برضو الثاني بتاع الشرقيه الدخان من ركله جزاء. برضو الراجل استلم الكوره، هنا طلباتك اوامر، كل حاجه محتاجها هتلاقيها على طول على الهوا هنا. اتفضل يا كابتن. عايزين نجيبها من قبلها بشويه، حتى من ورا شويه، ويعني واستنى شويه عشان الكابتن محمد حش يحللها. اتفضل يا كابتن. هو طبعا قرار صح طبعا. بص اه معانا اللعبه من اولها. بص بص خلاص الراجل عدى، انا ما احطش رجلي لان ضربه جزاء. وبعدين دايما يعني كان لازم اقفل الحته اللي بره. والراجل الثاني طبعا عنده مهاره في الحته دي، انه خد الكرة من تحت رجله وعدى بيها. انا ما افردش رجلي، اللي لازم يبقى عيني على الكوره. لو ما قدرتش احط رجلي في الكوره ما احطش رجلي، لان اي لمسه هنا هتبقى ضرب جزاء، وهنا طبعا الحكم حسبها ما ترددش، او هو ممكن برضو اعتمد على اللاين مان، اللاين مان اللي حسبها. لو شفنا الحكم هو اتاخر شويه وبص. كابتن اسامه، المدافع رقم 3 الباك ليفت يعمل ايه في الهجمه دي؟ لا ارجع لي قبل الشوطه لو سمحت، علشان ده برضو يعني النجوم الكبار درس مهم للعيبه. النهارده رقم 3 الباك ليفت
كان لازم يهدى شويه. اولا يهدى، ثانيا زي ما حشيش قال هو موسع الجزء اللي هو الاخير اللي على المر بمسافه كبيره، هو مش شايف، هو مش مركز على الكوره. اولا لازم عينيه تبقى باصص للكوره لتحت، هو مركز مع جسم اللاعب، مش شايف الكوره من تحت، مش شايف الكوره من تحت. ف اللي هو محمود مرسي ده رقم 13 لعيب كويس، عدى بيه، هو مش شايف الكوره، ما شافش الكوره، فلعب على القدم. زي ما حشيش قال، هو الطبيعي انه يبص يركز على الكوره، وفي الوقت ده لازم المسافه بينه وبين خط المرمى دي تبقى اضيق من كده، يعني لازم يضيق عليه اكتر من كده. اخر بقى حل انه لما عداه لازم يعرف ان في ناس وراه، في ناس ممكن هو نفسه يتلخبط في الكوره، لسه تتلعب بالعرض، ممكن يغلط هو، فالقرار ان ياخد يعمل شنكله طبعا دي بالخبره والكده هيبقى لسه دي اول قصة. مباراه طبعا، ولسه طبعًا. يعني يعني كبدايه وكفوز يبدا يدي اللعيبه ثقه اكتر. عايز اتكلم برضو عن رأفت خليل، جايب هدفين النهارده ما شاء الله، هدف الاول اكثر من رائع. ولكن نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مع الكابتن محمد حشيش والكابتن اسامه عروس.